إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا، فقد بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وأكرمه الله عز وجل بأن جعل له أعوان وأنصار عاونوه على أمره. ونحن في هذه الليلة نكمل ما ذكرناه في درس سابق عن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم الذين صحبوه وجاهدوا معه وآمنوا به، وهم الذين نقلوا لنا الوحي، نقلوا لنا الكتاب المبين، ونقلوا لنا سنة المرسلين وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل اختارهم من أفضل الخلق بعد الأنبياء، فهم أفضل البشر بعد الأنبياء، واختارهم الله عز وجل لأن الدين سوف يتأسس عليهم، فهم الذين نقلوا لنا القرآن ونقلوا لنا تفسير القرآن، وهم الذين نقلوا السنة ونقلوا لنا أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان لهم من الفضائل ما مر معنا في الدرس السابق من أن الله عز وجل أثنى عليهم وأثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين أن منهم جمعاً كبيراً من أهل الجنة، فقد بين أن أهل بدر من أهل الجنة، وأن أهل بيعة الرضوان من أهل الجنة، وأن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة، وأثبت الجنة لمجموعة آخرين بأسمائهم، فهم صفوة مختارة. ولهذا لما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الكتاب الذي ندرسه في هذا المجلس المبارك وسماه العقيدة الواسطية، نقل في هذا الكتاب عقائد أهل السنة والجماعة التي أجمعوا عليها، نقل العقائد الصحيحة التي أجمع عليها أهل السنة والجماعة، فليس فيها خلاف بين أهل السنة والجماعة. ومما نقل فيها ما يعتقدونه في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدرجها من ضمن العقائد لأنهم سور منيع لحماية الشريعة، ولأنهم هم الذين تأسس هذا الدين على أكتافهم، فذكر ما يعتقد أهل السنة والجماعة في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الحكم ليس خاص بالرجال، بل الصحابيات يأخذن نفس الحكم من ناحية الفضيلة.
من ناحية الفضيلة، ومن ناحية ما حباهن الله به من الدين ورواية الأحاديث إلى غير ذلك. ولهذا أفرد شيخ الإسلام ابن تيمية أمهات المؤمنين بفصل خاص، لأنهن يتميزن على ما جاء ما حصلنا عليه من فضل الصحبة بأنهن أمهات المؤمنين بنص القرآن، ولأنهن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم في الآخرة كما صح ذلك، ولما لهن من الفضل. فأدرج ما يعتقد أهل السنة والجماعة في أمهات المؤمنين، فقال رحمه الله: ويتولون، الضمير راجع لأهل السنة والجماعة، ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة. وهذا يبين لنا معنى التولي، وهو يعني الحب، أنهم يحبون المؤمنين. إذا قيل يتولى المؤمنين فمعنى ذلك أنه يحب المؤمنين وينصرهم ويدافع عنهم. ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والثريد هو نوع فاخر من الطعام يتكون من اللحم والخبز، فهو متميز على سائر الطعام. فقال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ولهذا لما شرح شارح العقيدة الطحاوية حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله ووفقه، فإنه قد شرح الكتاب، شرح العقيدة بهذا الكتاب اللآلي البهية، فقال، تكلم على موضوع كلمة زوج أو زوجة أيهما أصح وأيهما أفصح، فقال: زوج أفصح، أفصح من زوجة، ويجوز أن تقول زوجة. واستدل على ذلك بما جاء في وصف عائشة في الصحيح بأنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فجاء الحديث بلفظ زوجة وجاء بلفظ زوج، وقال: وأزواج جمع زوج، والزوجات جمع زوجة، وقوله يتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني زوجاته، والتعبير بالأزواج والمفرد زوج أفصح. قال: وأمهات المؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج عددا من النساء، وتسرى بمارية القبطية التي أهداها له المقوقس عظيم مصر، وكانت زوجاته تسع حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول زوجاته خديجة رضي الله عنها، لم يتزوج عليها غيرها، وكانت أعظم النساء عنده، وأول زوجاته لحوقاً به زينب بنت جحش، حيث قال صلى الله عليه وسلم:
أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا. وهذا الحديث في البخاري، قال أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا، فكانت الأطول يدا في الخير والصدقة والبذل. كانت هي زينب بنت جحش، توفيت سنة 20 من الهجرة. وأما عائشة رضي الله عنها فقد توفيت سنة 57، وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه. وأما قوله أمهات المؤمنين، لأن الله وصفهن بذلك في قوله وأزواجه أمهاتهم في سورة الأحزاب، وأزواجه أمهاتهم، وهن أمهات المؤمنين من جهة المكانة لا من جهة المحرمية. فلا يحل لأحد أن يتزوج امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده، والناس ليسوا محارم لزوجاته، بل هن أجنبيات عن الأمة. فمعنى أمهات يعني في المكانة، في مكانة الأم. فإذا هن من جهة الحرمة محرمات، أما من جهة المحرمية ليس الرجال محارم لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كنا يتحجبن عن الرجال الأجانب. وهذه الرتبة بين المراتب، فهناك من النساء من هن محرمات، ويكون من حرمت عليه المرأة محرما لها، وهناك من النساء من هن محرمات ولا يكون الرجل محرما لها مع أنها محرمة عليه، وهناك من النساء من هن محرمة ويكون من حرمت عليه محرما لها، لكن لا يستحسن أن يكون خاليا بها أو محرما لها في سفر ونحو ذلك، على ما هو معلوم من تفاصيل ذلك في كتاب النكاح. قال ويؤمنون يعني أهل السنة والجماعة بأنهن أزواجه في الآخرة، وذلك لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا هن زوجاته في الآخرة، كما ثبت ذلك في الحديث الذي أخرجه في المستدرك وفي غيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي ألا أتزوج إلى أحد ولا أزوج إليه إلا كان معي في الجنة فأعطاني ذلك. وأما قوله خصوصا خديجة، فخديجة هي أول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أفضل زوجاته صلى الله عليه وسلم وأعظمهن نصر له، وهي أول الناس إسلاما وإيمانا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام في وصف خديجة أم أكثر أولاده، يعني باستثناء إبراهيم فإنه كان من سريته ماريا القبطية. وأولاد النبي صلى الله عليه وسلم الذكور والإناث كانوا من خديجة. وروي أن عائشة حملت وأسقطت، لكن هذا ليس بصحيح، فإن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما حمل منهن إلا خديجة وماريا سريته. وقال أيضا في وصف خديجة وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزل العالية. ثم قال والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، يعني أخص الصديقة بنت الصديق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام،
وذكر هاتين الزوجتين خديجة وعائشة لأنهما أعظم زوجاته وأحب زوجاته إليه، وكانت عائشة كثيراً ما تغار إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة. ولما توفيت خديجة أري النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في المنام وكانت زوجته، واختلف أهل العلم في خديجة وعائشة أيهما أفضل، فمنهم من فضل خديجة رضي الله عنها لما جاء في فضلها من الأحاديث الكثيرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها كملت، وهي التي ناصرت النبي صلى الله عليه وسلم وساندته وأيدته وبذلت له صلى الله عليه وسلم مالها، وكانت له ردءاً ولها من المقامات في أول الأمر ما ليس لعائشة رضي الله عنها. ومنهم من فضل عائشة رضي الله عنها وقال عائشة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء إلى آخر الحديث، والنساء يدخل فيهن خديجة. وقالوا أيضا عائشة نفعت الأمة جميعا بما روت من الأحاديث وما حفظت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبما بيّنت للأمة من الأحكام، حتى إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يرجعون إلى عائشة إذا اختلفوا، واستدركت عائشة على عدد من الصحابة في الأحكام، وصنف في ذلك بعض أهل العلم كتاباً أو كتباً، منها كتاب الزركشي الإصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة. فقالوا عائشة أفضل لما لها من المحبة ولما لها من العلم والتفضيل، ولتفضيل النبي صلى الله عليه وسلم لها. والذي عليه طائفة من المحققين، هنا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يحكم بفضل واحدة على أخرى، وإنما يحكم بفضل واحدة باعتبار، والشارح هنا يعتبر هذا هو التحقيق الصحيح، وأنك لا تجزم بفضل خديجة على عائشة ولا العكس، وإنما تفضل باعتبار. فقال إن هذا التفضيل ليس يعني الذين فضلوا إحداهما على الأخرى، قال لأن المسائل التي يختلف فيها أهل العلم من مسائل التفضيل إنما الحكم فيها للنص، والنص لم يأتي بتفضيل عائشة على خديجة، ولا خديجة على عائشة مطلقا، وإنما ورد أن هذه مفضلة أو أن هذه أفضل، وورد أن الأخرى مفضلة وأنها أفضل، فلهذا وجب أن ينظر في جهات الفضل، وأن يتكلم في الفضل من جهة ما حصل. لهذا قال شيخ الإسلام إن التحقيق أن يقال إن خديجة في أول الإسلام كانت أفضل من عائشة، وعائشة إذ ذاك صغيرة لا تحسن شيئاً، وخديجة هي التي ناصرت النبي صلى الله عليه وسلم وأيدته، فهي أفضل من هذه الجهة في أول الإسلام. ولما انتشر الإسلام كانت عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فحفظت عنه من السنن ومن أحواله في بيته ومن كلماته ومن أحكامه ما لم يكن عند خديجة، وما لم تنقله الأمة عن خديجة، فاستفادت الأمة من عائشة ما لم تستفده من خديجة. فمن هذه الجهة تكون عائشة أفضل من خديجة، وهذا كلام عدل، وهو كالمتعين
لأن هذه وهذه كل لها فضل، وهكذا ينبغي في سائر مسائل التفضيل، يعني يرى أن هذا هو المنهج في مسائل التفضيل. لما يقال أفضل العالم الفلاني أو العالم الفلاني، أنك تنظر في كل الاعتبارات وفي كل الجهات، فقد تفضل هذا باعتبار، فهذا مثلاً يفضل بنفقته على المسلمين كعثمان وغيره، وبعضهم يفضل بشجاعته وقيادته للجيوش ونحو ذلك. فالتحقيق أن تفصل في جهات التفضيل، فيعتبر أن هذا منهج في التفضيل. ولهذا قال: الذي ينبغي على طالب العلم أن يستفيد من تحقيق شيخ الإسلام في مسألة التفضيل بين خديجة وعائشة في نظائر ذلك من التفضيل الذي له جهات، فإنه يفضل فيكون المقام مقام تفضيل. فيقول: إذا نظرت إلى هذه الجهة فنقول هذا العالم أفضل، وإذا نظرت إلى جهة أخرى فتقول هذا العالم أفضل، وإذا نظرت إلى هذه الجهة تقول ذلك العالم أعلم وأزهد. فإن الصفات تختلف، فتجد عالم مثلاً متقن في التفسير وعليه استدراك في بعض الحديث، وقد تجد الآخر متقن في الحديث لكن عليه استدراك في بعض الاستنباطات، فتفصل وتقول هذا في جانب التفسير أفضل، وهذا في جانب الحديث أفضل، وهذا مثلاً في جانب الجهاد والقتال أفضل، وهذا في جانب النفقة على المسلمين أفضل. هذا الذي يريده شيخ الإسلام ابن تيمية من التقعيد في هذه المسألة، مسألة التفضيل. ثم بيّن أن أهل السنة يتبرؤون من طريقة الروافض، فقال عليه رحمه الله: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. فهو ذكر منهجين خاطئين: منهج الروافض الذين يسبون الصحابة ويتبرؤون منهم، وبين منهج النواصب الذين آذوا آل البيت وسبوا آل البيت، وهؤلاء يكاد يكونوا الآن انقرضوا، يعني لا يعرف فرقة معينة اسمها النواصب تسب أهل البيت الآن، بخلاف الروافض فهي فرقة منتشرة، وأشار الشيخ إلى ذلك. قال: ويتبرؤون من طريقة الروافض. لماذا سموا روافض؟ قال: أهل السنة والجماعة يعلنون البراءة، وهي عدم الانتساب إلى طريقة الروافض وبغض طريقة الروافض، لأن البراءة تكون باللسان وبالقلب، فباللسان تعلن أنك تتبرى من هذه الطريقة، وبالقلب تبغض هذه الطريقة ولا ترضاها البتة. فالبراءة تجمع البعد وإعلان عدم الانتساب وبغض ذلك الشيء. والروافض جمع رافضي، والرافضي اسم من قام به الرفض، والرفض عقيدة من العقائد، وسمي أولئك رافضة لأنهم رفضوا إمامة زيد بن علي، وقد كان الشيعة يتولون آل البيت حتى حصلت مسألة سب أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، فتبرأ زيد بن علي ممن سب أبا بكر وعمر، وتبرأ من لعنهما، وترضى عنهما،
فقال زيد بن علي: أنا أتبرأ منكم وأرفضكم. لما قالوا له: نحن لا نتبعك حتى تلعن أبي بكر وعمر، فقال: فإنني أتبرأ منكم وأرفضكم. فقالوا: ونحن نرفض إمامتك. فقال: أنتم الرافضة. فسموا بذلك، سموا رافضة لأنهم رفضوا إمامة زيد بن علي، أو رفضوا الترضي، رفضوا الترضي وتولي أبا بكر وعمر. قال الشارح: والرافضة عليهم كلام كثير له تفصيلات طويلات، لكن ما يخص هذا المسألة ذكره شيخ الإسلام بقوله: الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم. فالروافض جمعوا بين بغض الصحابة وبين لعنهم، كما ذكرنا عنهم أنهم يقولون: لا ولا إلا ببراء، يعني لا تولي لأهل البيت إلا بالبراءة من الصحابة. هذه قاعدة عندهم: لا ولا إلا ببراء، يعني لا تولي لأهل البيت إلا بالبراءة من الصحابة. فقد كفروا الصحابة إلا بضعة نفر، فهم يكفرون أكثر الصحابة ويبغضونهم ويلعنونهم ويجعلون البعض والتكفير واللعن دينا يتقربون به إلى الله، خاصة الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. فالرافضة يلعنون أبا بكر وعمر وأكثر الصحابة. قال أيضا: وأهل السنة يتبرؤون من طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. والنواصب جمع ناصبي، والناصبي اسم فاعل النصب، والنصب هو مناصبة آل البيت العداء والعداوة، وهذه حصلت في زمن الفتنة، فإن منهم من تولى عليا وغلا فيه، وهؤلاء تدرج بهم الأمر حتى صاروا روافض، ومنهم من تبرأ من علي والآل، وهؤلاء سموا نواصب. والنواصب في العموم ليسوا فرقة معروفة بعقائدها، يعني كأن النواصب موقف، الذين حاربوا أهل البيت صار منهم موقف فصاروا نواصب، لكن ليست لها فرقة، لها عقائد الآن معروفة يقول هذه عقيدة النواصب، إلا لو وجد نفس المعنى في شخص وآذى أهل البيت فلا شك أنه ناصبي. وإنما النواصب يذكرون في هذا المقام لأجل أن لهم اعتقادا في الصحابة رضوان الله عليهم. قال: وإنما قال: والكلام في الأسماء والصفات وفي الإيمان والقدر إلى آخره يقال لهم النواصب، وإنما النواصب يذكرون في هذا المقام عندما يذكر الروافض لأجل أن لا لأجل أن لهم اعتقادا في الصحابة رضوان الله عليهم، فهم كالخوارج عقيدة في الصحابة وفي آل البيت، ولكن فهم ليسوا يعني كالخوارج، لهم عقيدة في الصحابة وفي آل البيت، ولكن يشابهون الخوارج في آل البيت بالأخص، لأن الخوارج قاتلوا أهل البيت والنواصب قاتلوا أهل البيت، فمن هذه الجهة يمكن أن يعتبروا من الخوارج، يعني أنهم ناصبوا آل البيت العداء وجعلوا العداوة قائمة بينهم وبين آل البيت. وكذلك نظرهم في الصحابة ليس كنظر الرافضة، بل هو كنظر الخوارج. وأما أهل السنة فهم وسط،
في آل البيت بين طريقة الرافضة الذين يغلون في آل البيت ويجعلونهم أئمة معبودين وعظموهم فوق ما يجب، وبين طريقة النواصب الذين يسبونهم ويلعنونهم ويؤذون آل البيت. فأهل السنة يتولون الصحابة ويتولون الآل، ولا يتبرؤون من الصحابة ولا يتبرؤون من الآل، فعندهم الحق واضح يجمع بين حب الصحب وحب الآل جميعا. ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية مسألة مهمة جدا، وهي أنه حصل بين الصحابة خلاف، بل وصل هذا الخلاف إلى الاقتتال، فما هو الموقف منه؟ قال: ويمسكون، يعني هذا من عقائد أهل السنة والجماعة، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب، وهو يقصد أن بعض كتب التاريخ ذكرت مساوي للصحابة عن طريق الكذابين. قال: ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص منه وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. هذا زبدة الموضوع المتعلق بما شجر بين الصحابة. فقال: هذه عقيدة أهل السنة أنهم يمسكون عما شجر بين الصحابة، يعني يمسكون عما حصل بينهم، وسمي الشجار شجارا لأنه يحصل فيه اختلاف واشتباك، وأصل التشاجر من التداخل، ولذلك سميت الشجرة شجرة لتداخل فروعها. والاختلاف الذي حصل بين الصحابة هو الذي شجر بينهم، يعني ما حصل من الاختلاف في الأقوال أو في الأعمال بين الصحابة. فقوله يمسكون هذا يعم عند أهل السنة الإمساك باللفظ، يعني ما تبحث في هذا ولا تذكره لفظا بالقول، ولا ما يدور في القلب، ولا بالكتابة، ولا بالحكاية، ولا بالإسماع، ولا الإقراء، كل ما كان من قبيل القول أو العمل في جميع التصرفات كلاما أو كتابة أو عملا من الأعمال، كل هذا يمسك أهل السنة عن الخوض في الصحابة، فيمسكون عن التأليف فيما صدر بين الصحابة. ولذلك يعني طريقة الذين يأتون الآن في القنوات ويذكرون ويخوضون فيما حصل في صفين، أو حصل كذا، أو ما حصل من الزبير بن العوام، أو ما حصل ونحو ذلك، ليسوا على طريق مستقيم. الأولى أن يترك هذا، انتهت القضايا فتعاد جذع ويبحث فيها الآن لماذا؟ ما المصلحة من ذلك؟ أنت إذا أردت أن تأخذ الأحكام فأخذ الأحكام من الفعل الذي فعلوه، يعني الصحابة فعلوا هذا الفعل فأنت تأخذه، لكن الخلاف والدوافع التي دفعتهم لهذا فهذه لا تتعرض لها. صحيح تأخذ منهم الموقف من الفتن كيف يقفون منها، وتأخذ منهم الموقف من القتال كيف يقفون منه ونحو ذلك. وأما ما لم يتفقوا عليه ولم يكن منهجا للصحابة فهذا لا تخوض فيه إطلاقا، وإنما عندهم في هذا أنهم يقولون عن الصحابة جميعا: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهذا يشمل جميع الصحابة رضوان الله عليهم.
ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص منه وغير عن وجهه. قال: كذلك أهل السنة فيما روي في من الآثار في كتب التاريخ، يعني هذه موجودة قد تجدها في كتب التاريخ حكاية لما شجر بين الصحابة وتفاصيل الأحوال، فإنهم يقولون إن هذه الآثار التي تروى فيها مساوي لهم هي على ثلاثة أقسام. انتبهوا لهذا جيدا، هو قسمها ثلاثة أقسام. الآثار المذكورة مثلا في تاريخ الطبري أو في غيره من كتب التاريخ، هذه على ثلاثة أقسام. القسم الأول منها ما هو كذب، وهذه معروفة في التواريخ كتاريخ ابن جرير وغيره، فيها بعض المعايب لهم، منها ما هو كذب قطعا، وهو ما روي عن طريق الكذابين وأشهرهم أبو مخنف، وهو لوط بن يحيى ابن مخنف ابن سليمان الأزدي. قال: وهذا وفي تاريخ الطبري، وهناك رسالة مختصة في ذلك اسمها مرويات أبي مخنف في التاريخ، لأنه كذاب لا يقبل ما ذكره، يعني يأتي بروايات وقصص كذب. وكذلك الكلبي، فإن هذين معروفان بالكذب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، فما تراه مروي عن طريق هذين أبي مخنف أو الكلبي لا تلتفت إليه البتة. القسم الثاني ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، يعني منها أشياء صحيحة حصلت منهم لكن زيد فيها أشياء، إما من جهة فهم الراوي أو من جهة ظنه أو من جهة إيضاحه للحال، وأخطأ في ذلك. ومنها ما نقص منه ما يفسر به الذي حصل، فإذا كان كذلك فالزيادة والنقصان تغيير لتلك المرويات عن وجهها، فبدل أن تكون تلك المرويات فيها عذر لهم صار بالزيادة والنقصان فيها ذكر شيء يفهم على أنه من مساوئ الصحابة رضوان الله عليهم. القسم الثالث، إذن ذكر قسمين ثم ذكر القسم الثالث، قال: ما اجتهدوا فيه، وهذا كثير وهو صحيح، لكن لا يمكن أن يفهم على أنه من مساوئهم لأنه مما اجتهدوا فيه. فاعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا الصحيح أنه ما كان من قبيل المساوي مما صح فإنهم إما مجتهدون فيه لهم فيه الصواب أو الخطأ الذي يؤجرون عليه، وأما ما هو من الذنوب التي تكون من الكبائر أو الصغائر وهم في تلك الذنوب معفو عنهم مغفور لهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. ولم يذكر قسم الذنوب، وقوله هم فيه معذورون يعني به ما ليس من قبيل الذنوب، إنما كان من قبيل الاجتهادات، مثل ما حصل من القتال بين طلحة والزبير وعلي رضي الله عن الجميع، ومثل ما حصل من القتال بين معاوية وعلي، ومثل قصة الحكمين ونحو ذلك مما يذكر. فما كان من ذلك هم مجتهدون فيه، إما مصيبون مأجورون بأجرين وإما مخطئون. وهذا الذي حصل من الخلاف بين الصحابة نعتقد
بأنهم دخلوا فيه بأنهم ما دخلوا فيه إلا عن تأويل، فإنما قصدهم أن ينتصروا للحق وأن يبطلوا الباطل فاجتهدوا، فمنهم من هو مصيب في اجتهاده ومنهم من كان مخطئا في اجتهاده، وليس فيهم من دخل في أمر وهو يعلم أنه ذنب ومعصية ودخل فيه عن عمد، وإنما دخل فيه عن اجتهاد، فإما أن يكون مصيبا أو يكون مخطئا. ولما حصلت الفتنة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وكانت الخلافة منعقدة لعلي رضي الله عنه، ولكن معاوية لم يقر له بالخلافة، وحصل ما حصل من المسير إلى معاوية وإلى العراق، وأكثر الصحابة بايعوا عليا وأقروا له بالخلافة وأنه هو الخليفة بعد عثمان رضي الله عنه، لكن لما يسير معه لم يسير معه في الاقتتال، والذين اشتركوا في الاقتتال لم يبلغوا 30 من الصحابة. انتبهوا لهذه النقطة مهمة، ظن بعض الناس يظن الصحابة كلهم تقاتلوا. قال الذين اشتركوا في هذا الاقتتال لم يبلغوا 30 من الصحابة، والصحابة فيما حصل من الفتنة والاختلاف كانوا على 3 أقسام، فالقسم منهم من رأى أن الصواب مع علي وأنه هو الخليفة وأنه محق في مسيره لكي يذعن معاوية لبيعته، لأنه يجب على الإمام ألا يقر أحداً لا يبايعه إذا بايعه أهل الحل والعقد، فيجب عليه أن يلجي هذا إلى بيعته. فرأى جمع من الصحابة أن علي مصيب فساروا معه وأيدوه. القسم الثاني رأى عدداً آخر أن معاوية كان مصيباً فيما طالب به من دم عثمان، وأن تسليم القتل لولي عثمان واجب، وأنه يجب الانتصار للمظلوم، وأن عثمان رضي الله عنه كان مظلوماً بقتله، ومعاوية هو وليه لأنه من آله، والانتصار للمظلوم واجب، وقد قال الله عز وجل ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً، فجعل السلطان لولي المقتول، فاجتهد بعض الصحابة وكانوا مع معاوية لأجل هذا الفهم. واستدل ابن عباس وغيره بأن الأمر صائر إلى معاوية، وأن الأمر سيكون إليه والسلطان سيكون بيده بعد حين بهذه الآية، وهذا من جهة الإشارة التي يفهمها بعض من أتاه الله العلم وليست ظاهرة لكل أحد، لأن الله قال في ذلك ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، ففهم من السلطان أنه السلطان العام، فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. هذا الذي حصل من معاوية، فإنه لما ولي وجعل له السلطان فإنه لم يسرف في القتل ونصره الله بذلك، والصحابة هم أفقه هذه الأمة وهم أبر هذه الأمة قلوبا وهم أعمق هذه الأمة علوما وأقلها تكلفا، قوم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمقام أحدهم ساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عبادة غيرهم الدهر. القسم الثالث الذين بايعوا عليا وأقروا بخلافته ولكنهم لم يصوبوا الاقتتال، وعلي رضي الله عنه لم يلزم الجميع بالسير معه فبقوا في المدينة، ومنهم من بقي في غيرها وتركوا الدخول في هذه الفتنة كابن عمر ومن معه
وهؤلاء هم الأكثرون، يعني أكثر الصحابة الذين دخلوا في الاقتتال كما ذكرهم لا يزيدون على 30، وأكثر الصحابة اعتزلوا. وهذه المسائل هي من قبيل التاريخ، يعني نختصر الكلام فيها ولا نفصل. قال: والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، فإن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. ثم قعد بمسألة مهمة جدا، قال: وهم مع ذلك لا يعتقدون، يعني أهل وهم أهل السنة، يعني أهل السنة لا يعتقدون مع ذلك أن كل واحد من الصحابة معصوم، يعني ممكن أن يحصل الخطأ من أحد من الصحابة أنه معصوم من كبائر الذنوب، عن كبائر الذنوب وعن الإثم والصغائر، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لم يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، والذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا يكفر عنه به. فإذا كان هذا بالذنوب المحققة، فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل، علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولن يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. هو أشار إلى الذنوب التي أو الحسنات التي تمحو الذنوب، ولخص تلخيصا طيبا مفيد حقيقة، ويجعل الإنسان لا يغلو في الأشخاص أو يكفر بعضهم لأجل ذنب أو نحو ذلك. ولهذا قال: ومن الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، تكفير أو محي السيئات له أسباب عشرة، انتبهوا لهذه الأسباب العشرة، له أسباب عشرة معلومة دلت عليها النصوص. ثلاثة من العبد، يعني السيئات التي تصدر من العبد فيه ثلاثة أشياء تصدر من العبد تمحو السيئات، من هذه التوبة والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ومنها الاستغفار، أن يكثر الاستغفار فيغفر الله عز وجل له،
والتوبة والاستغفار والحسنات. إذا أتبعت السيئات الحسنات فهذه ثلاثة تصدر من العبد: الحسنات الماحية والتوبة والاستغفار، هذه ثلاثة. ومن المؤمنين ثلاثة، وهي الدعاء، دعاء المؤمنين لك، واستغفار المسلمين لك، والأعمال الصالحة التي يهديها المؤمنون لك، يعني لو عملوا عملاً صالحاً وأهدوا لك ثوابه. فهذه ثلاثة من المؤمنين. وأما المصائب التي تحصل للعبد في الدنيا فإنها كفارات، وكذلك ما يعذب به العبد في القبر، يعني قد يبقى على العبد شيء من الذنوب فيأتيه ضغطة في القبر أو عذاب أو نحو ذلك، فإنها تمحو عنه السيئات. ومنها ما يحصل للعبد من مصاعب في عرصات يوم القيامة، ومنها مغفرة الله للعبد بدون سبب. فهذه عشرة أسباب تمحو الذنوب، فاحرصوا على فهمها، فهي يعني تخفف غلواء بعض الذين ينظرون بحدة لبعض الأخطاء التي تحصل من الصحابة. قال: والمقصود من ذكرها أن هذه العشرة للصحابة منها أوفر الحظ والنصيب، فإذا كانت هذه لغير الصحابة متصورة فهي للصحابة من باب أولى. ولهذا قال شيخ الإسلام: ولهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، فلهم من ذلك الحسنات التي عملوها مقامهم وجهادهم وتقربهم إلى ربهم، وكذلك الحسنات التي تصلهم من المؤمنين من وقت الصحابة إلى يومنا هذا، يعني الدعاء لهم والترضي عنهم من وقت الصحابة إلى يومنا هذا وإلى بعد يومنا هذا. ونكتفي في هذا المجلس بما سمعتم فيما يتعلق بمكانة الصحابة ومكانة أمهات المؤمنين، وما هو الموقف الصحيح مما شجر بين الصحابة من خلافات، وعلى الإنسان أن يصون لسانه من الخوض في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. سند الشريعة، ولا ترى شخص يخوض فيهم إلا مبتلى في دينه، شخص يفسر نواياهم وينتقصهم، لا سيما وانتهى موضوع الخلاف الذي بينهم انطوى وانتهى، صار مجرد تاريخ مذكور في التاريخ. فأنت إذا عرفت الميزان الصحيح لا تخوض في هذه المسائل. وابن عربي المالكي له كتاب اسمه العواصم من القواصم، العواصم من القواصم، فصل فيه كثير من هذه المسائل. أكتفي بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.